يا بغية الحجاج يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله يا ساكن الخضراء والروضة الزهراء أنوارها تطرى يا ابن عبد الله يا لائج الأنوار يا صاحب الأعطار تفوح للزوار يا ابن عبد الله صلى الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا خير خلق الله يا سعد من يسري ياتي في الفجر يهدي السلام يقري يا ابن عبد الله بجاهك العالي ناديت للعالي حقق لي امالي يا ابن عبد الله حيك صلى الله يا ابننا رسول الله يا عليك صلى الله يا ابن عرا خلق الله يا روضة تحلو زوارها تعلو جاءوا بها صلوا يا ابن عبد الله أنوارها تنفع أقمارها تلمع فيها النبي يسمع يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا ابننا عبد الله عليك صلى الله يا ابن خلق الله يا روضة الهادي من نورك البادي قد صرت في الوادي أمدح رسول الله لما رأيناها والقلب وفاها افرح لرؤياها فيها رسول الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله عليك صلى الله يا ابن عرا خلق الله يا ظبية الوادي نادت على الهادي في الجوع أولادي اضمن رسول الله صارت لهم تجري والدمع كالقطر قالت على الفور حب رسول الله قد حل أغلالي من غير ممالي ضامن لإقبالي والأمر أمر الله هيا يرضع الألبان قلبي مع عدنان قلبي به والهان حبي رسول الله عليك صلى الله يا ابن يا
صلى الله يا بني خلق الله. صارت لك الأشباح طارت لك الأرواح في حضرة الفتاح تسقي عباد الله. ارحم محبينك حببهم دينك. ارحم محبينك حببهم دينك. نازلوا ما يدينك فارحمهم لله. شهدوا الخضراء وأوضات الزهراء. قد شهدوا الخضراء وأوضات الزهراء. قد شهدوا الخضراء وأوضات الزهراء. والله قد أجرى لأهل الله. جاءوك من مصر في ساعة العصر. اشفع بلا حصر يا زين خلق الله. عليك صلى الله يا ابني عبد الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله. أجدادك الغر في الكون قد مروا. كم سار للبدر من بين خلق الله. يا ظاهر الأجداد يا منبع الإسعاد. في القرب والإبعاد تهدي عباد الله. في حضرة قد كنت في الغيب أصلا بلا ريب. في حضرة القرب بين خلق الله. عليك صلى الله يا ابن عبد الله. عليك صلى الله يا ابن عبد الله. والآل حسب الله حب رسول الله. ما الجعفر حرر مدح النبي كرر. ما شيخنا حرر مدح النبي كرر. ما بابنا حرر مدح النبي كرر. والوجه قد نور بالنور نور الله. عليك صلى الله يا ابن عبد الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت به الغمة، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أكرمنا بالوقوف أمام مقصرته وبالجلوس في روضته. اللهم إنا نقرئ السيدة خديجة سلاما الآن من سيدنا رسول الله صلى الله، ونريد أن تقرئها، ونريد أن تقرئنا، ونريد أن تقرئنا هي وتقرأ حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. اللهم بلغ سلامنا إليها. اللهم يا قدوس يا سلام، بلغ سلامنا إلى ستنا سيدة خديجة أم المؤمنين، وإلى سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وإلى القمر النير والفضل الأعم خزانة المدد المحمدي، من هي ريحانة للسيدة خديجة الكريمة النقية زهراء الندية السيدة فاطمة الزهراء، وإلى أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، وإلى ابناه الكمران الحي النيران الحسنان الحسيبان النسيبان سيدة أهل الدنيا والآخرة،
وإلى شقيقتهم السيدة زينب صاحبة الفرح في هذا الشهر الأغر، وإلى سيدنا السيدة رقية، السيدة سكينة، السيدة عائشة، السيدة فاطمة النبوية، سيد علي زين العابدين ومن تناسل منهم إلى آل بيت رسول الله أجمعين، وإلى أجداد النبي وإلى أمهات النبي، ولا سيما سيدنا السيدة أم المؤمنين أمنا أم السيدة آمنة، وإلى أبو المؤمنين سيدنا أبو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جد سيدنا عبد المطلب، ولا عمي سيدنا أبي طالب وعمه العباس، وكل أعمام النبي وأزواج النبي وأخوان النبي، وإلى سائر آل بيت رسول الله أجمعين. اللهم لا تحرمنا ودادهم ولا جنابهم، واجعلنا من المخلصين في ودادهم يا رب العالمين بحق هذا الأذان المرفوع في الأرض والسماء، وبلغنا الآن منهم السلام، بسم الله جميعا. هدية الفاتحة. أحسنت.